triksha, Trivochka, here flew the swallow from afar, started to sing loudly loud, asking the master to come out. مساء الخير، معروف عن شاهين انها نجمة الموضة والعمق، وده عشان خاطر فساتينها الغالية والغريبة اللي بتجيبها من كل بلاد الدنيا، وكمان الشنط بتاعتها. واللي هنتكلم عن اخر صور ليها ظهرت بيها، هنشوف الكوليكشن وتكلفة كل شنطة والماركة بتاعتها من الاقل للاغلى. مكفاية كلام، ما تيجي تشوف كل شنطها من ماركة هيرمس، ودي شنطة ب194,000 جنيه. أول شنطة معانا ماركة هيرمس لونها أصفر، تاني شنطة معانا برضه هيرمس، الشنطة دي ظهرت بيها وهي كانت في الفيلا بتاعتها، ثمنها $13,000، 210,000 جنيه. الشنطة التالتة برضه بالأصل بتاعها، الشنطة لونها أبيض، ثمنها $135,000، 218,000 جنيه. ده البورتوفيه اللي ظهر الأخير، ده ب250,000 جنيه، من جلد التمساح. الشنطة اللي جاية دي شنطة ب15,000 دولار، و255,000 جنيه. وبرضه الشنطة دي ماركة هيرمس من فرنسا باريس. وبعدين عندنا الشنطة دي ب28,000 دولار، ب500,000 جنيه، 453,000 جنيه، برضه فرنسي ماركة هيرمس باريس. الشنطة اللي جاية دي جلد تمساح، وتمنها 890,000 جنيه، 55,000 يورو، يعني قرابة مليون. والشنطة دي جلد تمساح، تمنها 60,000 دولار، 973,000 جنيه مصري. ونخش بقى على الكلكعة الكبيرة، الشنطة دي جلد تمساح برضو، وتمنها 1,200,000 جنيه، 75,000 دولار. أما عن فنجان القهوة بالطبق بتاعه، 10,000 جنيه، مصريين ذهب، 24 قرط. كده كتير يا حرامي.